أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة احتفال اليمنيين بالذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر في ظل حربهم المستعرة مع العهد الثاني من حكم الإمامة. 6 عقود مرت على قيام الجمهورية وما زال اليمنيون مستمرين في حربهم ونضالهم ضد الإمامة التي تحاول إعادة نفسها كلما سنحت الفرصة. لم يكن اليمنيون يدركون ربما أنه بعد مضي أكثر من 50 عاما ستحاول الإمامة بعث نفسها، وأن الثورة التي بزغ فجرها في 26 من سبتمبر 1962 ستستمر فصولها حتى الآن. اليوم يحتفل اليمنيون ليس على سبيل الذكرى وإنما بوعي ثوري بعدما أصبحوا في مواجهة موجة ثانية من عهد الإمامة التي تقود حربا ظالمة على اليمنيين من 21 من سبتمبر 2014 يوم انقلابهم على الجمهورية. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: هل تغير وعي اليمنيين بثورة سبتمبر بعد مشاهدتهم لعهد جماعة الحوثي؟ وكيف استطاع الإماميون العودة مجددا إلى سلطة الدولة؟ وأين كانت السلطة والأحزاب والنخب السياسية؟ نشاهد هذا التقرير ثم نعود لمناقشة المحورين. هنا مشهد مهيب للشعلة 57 لثورة 26 من سبتمبر توقد في مدينة عتق بشبوة، المحطة التي تجدد فيها العهد والأمل من جديد. المشهد تكرر في أغلب محافظات الجمهورية، ففي محافظة الجوف أقيم أيضا حفل إيقاد شعلة 26 من سبتمبر وسط حضور رسمي وشعبي، وأطلقت ألعاب نارية في سماء المدينة ابتهاجا بحلول ذكرى الثورة. السلطات المحلية بمحافظة مأرب بدورها أقامت حفلا شعبيا وخطابيا، وحضر الحفل الفني والخطابي محافظ المحافظة سلطان العرادة وقائد اللواء 26 مشاة مفرح بحيبح وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. أما في تعز تحديدا بمدينة التربة فقد أوقدت قيادات أمنية الشعلة إلى جانب حضور أبناء المحافظة الذين أكدوا استمرارهم في مقاومة مشاريع الرجعية والانتصار للجمهورية ومواجهة كل التحديات التي تمر بها البلاد. في مدينة تعز حضر جمع غفير من أبناء المحافظة أيضا لإحياء الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر بمهرجان كرنفالي وخطابي في شارع جمال وسط المدينة. تخلل المهرجان فقرات غنائية ورقصات شعبية وعروض متنوعة. هذه جبال صعدة ترفع علم الجمهورية وتترك الحرب في استراحة محارب للاحتفال بثورة سبتمبر المجيدة أيضا. قوات الجيش الوطني المتمركزة في محور علب قررت إحياء ذكرى الثورة على طريقتها الخاصة، وذلك بتقديم عرض عسكري شارك فيه جميع ألوية المحور احتفالا بذكرى يوم لم تصنعه شمس الضحى كما قال الزبيري، لكنه نتج عن معاناة استمرت قرونا طويلة، وها هي اليوم تواصل طريقها بثورة مستمرة. إذا مشاهدينا من القاهرة نبدأ نقاشنا مع مستشار رئيس الوزراء والقيادي في التنظيم الناصري محمد الصبري. سيد محمد، مساء الخير، كل عام وأنت بألف خير والوطن بألف خير. كل سنة وأنتم طيبين وكل مشاهديكم. شكرا لك. سيد محمد، بالنظر إلى الوضع اليوم في اليمن، هل ما تزال المعركة بين الجمهورية والإمامة قائمة، ولماذا برأيك؟ أولا ونحن نحتفل بهذه المناسبة بهذه الذكرى العظيمة، لا شك أن الواقع الراهن يعطي لهذا الاحتفال منذ 5 سنوات طابعا مميزا، ويجعل من ذكريات الثورة أو من مناسبة الثورة حدث عظيم يجدد نفسه في عقول ووجدان اليمنيين جميعا. ربما 3 أجيال أو 4 أجيال لم تشهد حدث الثورة وكانت تتغنى بها بالذكريات بالأغنية الوطنية لكن هذا الانقلاب الكهنوتي الذي جرى على السلال العنصري الذي جرى على الثورة وأهدافها ومبادئها وبالتوافق مع ذكرى قيام الثورة جدد لدى الأجيال الجديدة معنى وقيمة هذه الثورة وحقيقتها، وكيف أنها نقلت اليمنيين من عصر الكهنوت والظلم والتخلف والفقر إلى حالة أخرى يحاولون فيها أن يعيشوا مع العصر بحرية وكرامة. لذلك الاحتفال اليوم بهذه المناسبة وفي هذه الأحداث المؤسفة التي جرت وفي ظل هذه الهيمنة الطائفية والسلالية التي جرت من قبل الانقلابيين في صنعاء تجعل من ذكرى الثورة في وجدان اليمنيين شيئا لا يجب أن يجري الحديث عنه بالطريقة المناسباتية. ودعيني بهذه المناسبة أن أشير إلى شيئا لاحظته في هذا العام، وهو الخطاب السياسي بمناسبة الثورة لا يزال ضعيفا غير قادر على الارتقاء بالكلمات وبالمعاني وبالحقائق إلى ما كانت عليها الثورة وما شكلته على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القومي وعلى الصعيد الإنساني والإسلامي. سيد محمد أرجو أن تبقى معي. سنتحدث عن ذلك لاحقا، لكن أضم إلينا من اسطنبول أمين عام مجلس شباب الثورة محمد المقبل. سيد محمد مساء الخير، كل عام وأنت بألف خير. مساء النور استاذتنا لك ولضيفك العزيز محمد الصبري ولمشاهدي قناة بلقيس في هذا اليوم المجيد. شكرا لك سيد محمد. سيد محمد، كان هناك إيقاد للشعلات اليوم واحتفالات في عدة مدن محررة منها المهرة وشبوة وتعز والجوف ومأرب. أنت كيف تابعت احتفال الأجيال الجديدة المعاصرة لحكم الإماميين الجدد؟ في حقيقة الأمر ذكرى سبتمبر منذ الانقلاب تقريبا والاجتياح لم تعد عبارة عن ذكرى ثورية رسمية كرنفالية فارغة المحتوى كما كانت تحصل من قبل احتفالات السلطة التي كانت تختصر في مضمونها على عطلة في مناسبة العيد الوطني وعلى خطاب رئاسي دائما ما كان يبيع الوهم. الشعب كان يتحول من الجمهورية الشعبية إلى الجمهورية العائلية. اليوم الملفت في هذه الاحتفائيات أنها احتفائيات شعبية، بمعنى آخر أن الوعي بثورة 26 سبتمبر العظيمة ووعي الجمهوري أصبح يتجذر شعبيا، وأن الشعب بعد أن أدرك أن السلطات المتعاتبة لم تكن أمينة على هذه القيمة العظمى المتمثلة بالجمهورية والتي في مضمونها حكم الشعب نفسه بنفسه، قفز هذا الشعب إلى الواجهة سواء على صعيد الواقع الشعبي كما هو حاصل في شبوة تحديدا. والاحتفالية في ذكرى سبتمبر في شبوة هي تعيد إلى الأذهان حضور أحد رموز ثورة سبتمبر العولقي الذي كان أيضا ينحدر إلى شبوة، وهي إشارة كبيرة جدا أن ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر هي حالة وطنية متكاملة، وأن التهديدات الموجودة في الجنوب هي تهدد ثورة سبتمبر وأكتوبر، والتهديدات الموجودة في الشمال من الحكم الإمامي الكهنوتي بصيغتها الجديدة هي أيضا تهدد ثورة 26 سبتمبر. وفي تقديري الشخصي لم يحصل أن هنالك وعي جمهوري واسع في الداخل وفي الخارج وبالذات من أجيال لم تعاش سبتمبر كما هو في هذه الحالة، وأن الوعي الجمهوري أيضا ذهب إلى أبعد من مسألة الاحتفائية. لو تلاحظي تقريبا جيل الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي يكادوا قد يكونوا أحيوا ذكرى ثورة 26 سبتمبر كما لو أننا في عام 1963 وليس في عام 2019. نعم. طيب سيد محمد، قبل قليل السيد محمد الصبري أيضا تحدث عن أن الاحتفالات هذه السنة لاحظ عليها ضعف الخطاب السياسي، كانت ملاحظة مهمة، ما الأسباب برأيك؟ الأسباب برأيي من النخبة السياسية الموجودة، وأنا أتفق مع العزيز محمد الصبري، ليست بمستوى الفكر الوطني الجمهوري والكلمات العليا للثورة الجمهورية اللي تعتبر من أعظم ثورات التاريخ ثورة 26 سبتمبر. الأسباب واضحة وجلية، أن النخبة السياسية وصناع القرار داخل السلطة السياسية بلا فكر وطني وبلا معرفة تاريخية بطبيعة عظمة هذه الثورة، وبلا إدراك واعي لهذه الكلمات العليا والمضامين، وبلا أيضا نفس جمهوري حقيقي. يبدو أن الوضع في الرياض داخل المدينة في عاصمة ملكية قد أثر على الوعي الجمهوري لدى هذه النخبة التي ربما تناسب أنها في يوم من الأيام تنتمي إلى قيمة عظيمة مثل قيمة الجمهورية التي هي تعتبر بعظمتها وتجلياتها تشبه مكابدات الجمهورية الفرنسية عندما كانت جمهورية وحيدة في محيط كان كله ملكي في أوروبا في تلك الفترة، وكذلك الجمهورية في اليمن مكابدتها أنها جمهورية وحيدة ويتيمة في محيط كله ملكي. في تقدير الشخصي غياب الثقافة الجمهورية والحرارة الوطنية والإحساس الوطني لدى السلطة السياسية التي تقيم في الرياض أفقدها حرارتها في الخطاب السياسي بمناسبة ذكرى 25 من سبتمبر وبالذات المعاني الكبيرة والكلمات العليا. نعم، هناك أيضا محور مهم جدا وهو حول الإنسان اليمني والثورة هذه. أحد الكتاب اليمنيين وصف يوم 26 من سبتمبر بيوم إعادة الاعتبار للإنسان اليمني. أنت من هذا الجيل الذي عايش ربما منجزات ما نسميه جزء من منجزات هذه الثورة، وعايشت أيضا انقلاب 2014، الانقلاب على الجمهورية. كيف ينعكس هذا الانقلاب على المنجزات التي حققت أو التي حققت لصالح الإنسان اليمني؟ في حقيقة الأمر أستاذ أفنان، نحن في ثورة فبراير هي في جوهر الأساسي هي ثورة إعادة تصحيح ثورتين وحدة، اللي هي تصحيح ثورة 17 من أكتوبر و 23 من سبتمر وحدة 22 من مايو الذي أبترعهم النظام السياسي الذي ثار عليه الشعب. ونحن كجيل جديد خرجنا استحضرنا الآباء المؤسسين للمشروع الجمهوري. أذكر أنا أن أول شعار من الشعارات التي وضعت في الساحة استحضر ثورة سبتمبر وأتذكره حتى هذه اللحظة، وكان في ذلك اليوم تجمع كثير من عمر الشباب. أذكر شعار كان يقول يا علي عبد المغني علي صالح ضيعني، وكان يقول أين الثورة والوحدة أصبحنا ملك الأسرة، وشعار ثاني كان يقول على غيري إحنا أحفاد الزبيري، وشعار رابع آخر كان يستحضر رمز من رموز سبتمبر اللي هو إبراهيم الحمدي الذي قاد حركة التصعيد، كان يقول يا حمدي عود عود شعبك يشحت في الحدود. فالاستلهام من جيل الشباب كان استلهام للمشروع الجمهوري الكبير، ونحن نعتبر هؤلاء الناس العمالقة كانوا قدوتنا. وعندما انحرفت النخب السياسية والنخب الصف أشعر هذا الجيل أن هنالك قيمة عظيمة من بينها قيمة الجمهورية الذي من خلالها أصبح أنا وغيري كثير من الشباب متساويين في الفرص أمام أبناء النافذين وأمام أبناء الطبقات الإقطاعية الموجودة في المجتمع اليمني متساوي، لأن جوهر الجمهورية تمثل لنا المستقبل كشباب. بمعنى آخر أنها جاءت تؤسس لمبدأ تاريخي مهم جدا، جاءت تؤسس لمساواة قانونية ليست بديل للمساواة الاجتماعية ولكنها مقدمة لها. فنحن نرى كجيل من الشباب أن من مصلحتنا الكبيرة مع هذه الفكرة العظيمة والخالدة فكرة الجمهورية التي أسست لمساواة قانونية لا تكون بديل للمساواة الاجتماعية لكنها مقدمة لها. وبالتالي لو تلاحظي أن أكثر من يحيي الأرض منذ سبتمبر في مواقع التواصل الاجتماعي، في المدونات، في الندوات، في الفعاليات، في الاتحادات الطلابية، كلهم من جيل الشباب، وعلى وجه التحديد جيل فبراير، لأنهم يدركوا أن الجمهورية أعظم قيمة قد عرفها تاريخ اليمن من الناحية السياسية. أمين عام مجلس شباب الثورة محمد المقبل، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي من القاهرة السيد محمد الصبري. سيد محمد، بعد أكثر من 50 عام كيف استطاعت الإمامة أن تعود بعهد جديد؟ أين كانت السلطة والأحزاب والنخب؟ ما هي العوامل والأسباب؟ أولا لا يجب المبالغة بالقول أن الإمامة قد عادت. نعم. الوضع في اليمن يعيش حالة حرب شديدة ومعقدة وخطيرة، ليس من بين هذه التعقيدات ما يشير على أن الإمامة قد عادت وأنها ستحكم، لأن هناك بعدا في الثورة وأنا ما أشرت إليه سابقا في من يصدرون الخطاب السياسي ولا يجري الانتباه عليه. البعد الوطني، وهو أن اليمنيين سواء بثورة سبتمبر أو أكتوبر أو 11 فبراير قرروا إلى غير الرجعة أن لا يحكمهم شخص ولا تحكمهم سلالة ولا تحكمهم منطقة، وسيقاتل اليمنيين لأطول مدى من أجل هذه القيمة. يعني لو قلنا أن الإمامة عادت ما كان هناك حرب في اليمن الآن تجري، وما كانت هناك هذه الدماء الغزيرة التي تسفك في كل التراب اليمني. لذلك علينا أن نتواضع في الخطاب أو أن نخفض سقف الوصف فيما يتعلق بأن الإمامة عادت. طيب كيف نفسر أعداء الحوثيين لأهداف ثورة سبتمبر؟ هناك معركة حقيقية علينا أن نستوعبها بين القيمة الوطنية للثورة المتمثلة بحرية الناس وكرامتهم وأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وما بين المتطفلين على السلطة والمتطفلين على الثورة والمتطفلين على الوحدة الذين عاشتهم اليمن خلال الفترة هذه قبل أن تجري نكبة 21 سبتمبر. هؤلاء الذين اختطفوا كل شيء، لكن مع ذلك من قال أن تاريخ اليمن كان ساكنا أمام هذه المحاولات العبثية التي كانت تعبث بالثورة. كما أشار الأخ محمد المقبلي، ثورة فبراير وتلك الملايين التي خرجت لم تكن إلا تصحيحا للانحرافات. الأهم في ذلك أن الثورة اليمنية لها بعد قومي في غاية الأهمية جرى تجاهله في من يصدرون الخطاب السياسي في هذه المرحلة. هذا البعد القومي الذي يقول أن ثورة اليمنيين وأوضاعهم المستقرة لا يمكن أن تجري بمنأى عن محيطهم القومي، عن محيطهم العربي، عن محيطهم الإسلامي. ولذلك واجب يعني على الأقل ونحن نحتفل بهذه المناسبة أو نتذكر هذا الحدث العظيم أن نذكر بتضحيات شعب مصر وجيش مصر ودور مصر التي أعانت الثورة، ولولا ذلك الدور ما كان اليمنيين يستطيعون أن ينتصروا لحريتهم وكرامتهم. التجاهل الذي يجري لهذا البعد القومي في المعركة الثورة والتحرر في اليمن هو الذي يجعل من الأحداث نوع من الملهاة أو نوع من المأساة. يعني لابد أن لذلك أنا أقول وقلت هذا الكلام اليوم أن من يصدرون خطابا سياسيا يغفل البعد القومي والعروبي والإسلامي لهذه الثورة هؤلاء لا يعبرون على اليمنيين، هؤلاء ظاهرة طارئة خلقتهم هذه الأحداث المأساوية التي نعيشها اليوم. ومع ذلك وسط كل هذا الكم من الخطاب الضعيف والخطاب الهزيل يكفي أن كل شاب يمني وكل يمني اليوم وهو يسمع أناشيد الثورة وترانيم التغني بها وبأمجادها من قبل الفنانين الوطنيين الكبار له مذاق وله طعم آخر، لأن الناس لديها هذا الحس بمعنى الثورة ببعد الوطني والقومي والإنساني بشكل كامل. أرجو أن تبقى معي. أيضا ينضم إلينا من تعز وكيل وزارة الثقافة عبد الهادي العزازي. سيد عبد الهادي العزازي، مساء الخير، عيد ثورة مجيد. ومساء الخير اختي. ثورة مجيد على اليمنيين في كل مكان وحيثما كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن بهذه المناسبة. نعم سيد عبد الهادي، شكرا لك. سيد عبد الهادي، ما هو الحديث المناسب اليوم عن ثورة سبتمبر في ذكرها 57 وفي ظل أيضا حكم الأئمة الجدد رغم رفض السيد محمد الصبري تسميتهم بالأئمة الجدد أو بحكم الأئمة الجدد؟ تفضل. أعتقد أننا اليوم ربما نكون على كما يقال نكون اليوم أشبه بالبارحة، لا فرق ما ناضل عليه الجيلين السابقين قبلنا، ما ناضل عليه آبانا وأجدادنا، اليوم ماثلا على أمامنا وكأننا عدنا إلى لحظة الصفر، ماثلا على أمامنا. لكن مع الأسف الشديد تجري الاحتفالات الكرنفالية ولا تنتقل إلى هم وثقل وطني ومهام يجب إنجازها. الثورة لا تعني الاحتفال ولا الاختطاء ولا الخطابة ولا تكرار ألفاظ وعبارات، هي مناسبة يجب أن تفرض علينا جميعا ثقلا وهما وطنيا. علينا أن نعمل على استدراك ما فات آباءنا وأجدادنا، علينا أن نعمل على خلق خطاب وطني يعزز الهوية الوطنية اليمنية يتجاوز حالة التشرذم. علينا أن ندفع القوى السياسية بشكل عام إلى تبني خطاب أرقى، خطاب يلم البلد، يحاول إخراج الناس من معاناتهم ومأساتهم. علينا أن نعيد قراءة 57 عام من الثورة اليمنية، أين أخطأنا، لماذا نخطئ، لماذا دائما نحن بحاجة إلى مساعدة الآخرين إلى درجة أن يحلوا بدلا عنا، لماذا لا نتذكر من كان حلفاءنا التاريخيين في هذه الثورة، لماذا لا نتذكر الدور الكبير للجمهورية العربية المتحدة بزعامات الرئيس التحرري الزعيم جمال عبد الناصر، لماذا لا نتذكر دور الإخوة في الجزائر في سوريا، بقية الأنظمة العربية التي وقفت إلى جانب الثورة، لماذا لا نتذكر حلفائنا الدوليين على رأسهم الاتحاد السوفيتي، روسيا حاليا وجمهورية الصين وهذه البلدان التي وقفت في ظروف حالكة مع الثورة وقدمت الكثير. هذه ولماذا لا يجري، لماذا لا نقارن ما يحدث اليوم مع ما حدث 62 ونتعلم منه. استطاع الإخوة في جمهورية مصر العربية رغم قلة إمكانياتهم بل شحتها أن يقدموا نموذجا، لكن نموذجا ليس سهلا. بنت الثورة المصرية أثناء دعمها للثورة اليمنية 700 مدرسة، بنت جيش، قدمت مؤسسات نموذجية لبناء دولة، كانت تعمل على نقلنا من العصور الوسطى لكي نكون جزءا من إنسان القرن العشرين بعد أن أغلق علينا داخل ذلك المربع. اليوم لدينا من يمثلنا سياسيا، لدينا نسبة تعليم جيدة ومرتفعة، لدينا مؤسسات تتراجع، اليوم يتراجع التعليم في بلد هو بأمس الحاجة إلى تعزيز هويته الوطنية وهويته وخطابه وإطلاق تنميته البشرية. اليوم تتراجع الخدمات الصحية، اليوم نحن داخل حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، أشعلها مع الأسف الشديد يمنيون منا، ولا لا نعلم إلى اليوم لماذا فتحت حمامات الدم هذه ليروح البلد ضحيتها، ومئة عام تقريبا قرنا كامل مما اكتسبه اليمنيين. اليوم يجري ضرب بنيتنا في كل اتجاه علينا، هذه كلها تحديات تفرض علينا ابتداء من المؤسسات السيادية في البلد إلى كل مواطن كفرض عين كفرض عين. ومع هذا يشكر الشعب اليمني بشكل عام، يشكر شباب البلد على ما قدموه من جهود. لا زال المواطن اليمني إلى اليوم يدور ذاك الثقافة أنه يتحمل كل شيء، وكأننا وجدنا لخدمة النخب وتسييق هذه النخب على حسابنا، وهي ربما لا أو حتى تفتقر لخطاب أرقى للغة تجمع لا تفرق. فأيضا لتغيير آلية الخطاب من لغة العنف والكراهية ولغة الشحن. اليوم نحن أمام مهام جديدة، أمام مهام إعادة بناء. الثورة ليست فعلا مؤقت، الثورة حالة من التراكم ومن تحقيق الفكرة. وصلت سيد عبد الهادي، تفضل البقاء معي. سيد محمد كنا نتحدث عن الاحتفالات، سيد محمد المقبلي أيضا تحدث عن الاحتفالات اليوم، احتفالات صارت شعبية وليست شكلية كما كانت في أيام عهد السابق. أنت كيف تنظر إلى وعي اليمنيين بثورة سبتمبر اليوم؟ أقصد الأجيال الجديدة. أنا أحيي الأخ محمد المقبلي وأحيي الأخ عبد الهادي العزازي أنهم أكملوا الحديث الذي أنا أشرت إليه في البداية، وهو أنه الطابع التحرري والطابع الثوري وحتى الطابع القتالي في هذا التوقيت الذي يجري في الاحتفال بهذه المناسبة يعطينا مؤشر على المستقبل، أن اليمنيين لن يفرطوا لا بحريتهم ولا بكرامتهم ولا بأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. هذه هي الدلالة الرئيسية للاحتفالات في هذا الوضع. ربما أن البعض يستغرب، يقول اليمنيين وهم يعيشوا هذه الحرب وهذا القتال ومع ذلك لديهم هذا الشغف وهذا العنفوان وهذه العواطف الجياشة تجاه ثورتهم سبتمبر وأكتوبر و2011. يعطي رسالة الشعب اليمني لنفسه وللأجيال القادمة وللمحيط العربي وللمحيط الإنساني. نحن اليوم نحتفل ليس مناسباتيا، نحن نحتفل بتضحيات الشعب اليمني، الدماء الزكية والطاهرة التي سفكت ولا تزال تسفك في سبيل التحرر، لأنه الثورة معناها التحرر، الثورة معناها الكرامة، الثورة معناها العيش مثلما بقيت خلق الله يعيشون في كل الدنيا. هذه هي المعنى الرئيسي الذي تجسد الاحتفالات اليوم سواء الشعبية أو الرسمية. ولكن أنا مع الأخ عبد الهادي أن الخطاب السياسي الذين يصدرون الخطاب السياسي، نحن لا نقول أن هناك غفلة أو هناك سوء خيال أو محدودية في التفكير أو عدم ارتباط بالماضي بالتاريخ لدى من يصدرون الخطاب السياسي. هم قلة إذا لم يستلهموا هذه المعاني، ونحن نحتفل بهذه المناسبات وبكل نصر حق الشعب اليمني نكون أمام معضلة حقيقية بالمستقبل وليس مع الماضي. يعني أنا أناشد وأقول أن كل من يتصدرون الخطاب السياسي سواء الرئاسي أو الحكومي أو الحزبي إذا لم يستلهموا تضحيات الشعب اليمني واحتفالاته بتضحياته بالمعنى الحقيقي والصحيح، فإننا نكون أمام معضلة أخرى من معضلات المحنة التي نعيشها في هذه الفترة، ونحن ندافع عن ثورتنا وعن حريتنا وعن كرامتنا. أتمنى أن يصل إليهم نداءك. مستشار رئيس الوزراء والقيادي في التنظيم الناصري محمد الصبري، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي أيضا عبد الهادي العزازي. سيد عبد الهادي، ما الذي يحتاجه اليمنيون برأيك ما الذي يحتاجه اليمنيون أو يحتاجون معرفته عن ثورة سبتمبر اليوم؟ أعتقد أن الوضع لم يتغير كثيرا، خصوصا في بعض المحافظات وبعض المحافظات الشمالية التي عملت الثورة المضادة طوال 5 عقود ومن على إبقائها جزءا من العصور الوسطى ضدنا لم تعرف من العصر الحديث سوى البندقية الآلية الكلاشينكوف وبعض الآلات فقط، أي طورت آلات الموت وبعض آلات التغيير الحادثة. ما يحتاجه اليمنيين اليوم، يحتاج اليمنيين اليوم إلى تحقيق هممهم، إلى العمل على تجاوز الماضي لا تعميق الكراهية له، لأن الكراهية هو التدمير. كيف نتغير ونغير الماضي؟ كيف نعمل على خلق دولة؟ اليمنيين على مدار آلاف من السنين يكررون مع الأسف الشديد عبارة ما فيش دولة، أي أن الدولة أصبحت كفريضة غائبة لدى اليمنيين، نبحث عنها، نتسابق من أجلها. اليمنيين بأمس الحاجة إلى حكم القانون، وعلينا أن نجسد ذلك في المناطق المحررة إذا كنا صوت هذا المجتمع الشرعي والذي يراهن عليه وقاد التغيير ومنحازين له. يحتاج اليمنيين أن يعرفوا كيف كانت معاناة آبائهم وأجدادهم، كيف كانت حياتهم بائسة، كيف تغيرت أوضاعهم ويمكن أن تتغير إلى الأفضل وأن يصبح هذا البلد قلعة اقتصادية يراهنون عليها، وأن لا تصبح الدولة مجرد جابية وقسم للمواطن، بل حاضنة وقائدة لعملية التنمية. أن نقود حالة من السلم، أن نغير مفاهيم الإدارة والحكم، وأن نعرف اليمنيين ما الذي عانيناه. وهمنا لثورة سبتمبر أكثر ثورة عربية، كتب عنها الكثير، حاول اختزالها البعض، لكنها هي في الأول والأخير تلك الحالة التي كانت تعني سيد عبد الهادي. الفكرة وصلت نقية وواضحة. وكيل وزارة الثقافة عبد الهادي العزازي، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر أبو المجد، وشكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.